بروجي ديال واحد الانفيرسور دو سورس، انفيرسور موتوريزي، انفيرسور موتوريزي او لا الاي تي اس، كل واحد شنو كيسميه. دونك هنا لا بارتي بويسونس، دونك عندي الانتربتور اللي هو هذا سوكوميك، دونك عنده واحد لونطري ديال سورس نورمال وعنده واحد لونطري ديال السكر يعني اللي هو جروب الكتروجين. دونك عندي الجروب الكتروجين كيدخل هنا، عندي لوينو ولا ترانسفورماتور كيدخل من هنا، وعندي هاد لي بورت فيزيبل هادو، هذا السامبول تاع البورت فيزيبل، دونك هذا رمز ديال البورت فيزيبل. دونك هاد لي بورت فيزيبل هما هادو كيدخلوا عندنا في لابارتي ديال لو كوموند، دو هنا في مرحله الكابلاج. دونك هنا الكوموند اورغان دو بويسونس اللي هو ديال سوكوميك ديال هذا، دونك هذا لابارتي ديال الكابلاج ديالو هما هادو. دونك العلاقه ما بين هاد لي بورن وهذا هي هنا. دونك عندي كل حاجه باش نلقاو مثلا البورن 24 14 4 13 24 13 14 هما هادو، دونك 24 14 13 0 4. دونك كتلقى هادو كيمشيو اوتوماتيك مو ديريكت، خاصهم يمشيو لعندي الهادي، الهادي لي ريفيرونس ديالها اتي اغريك اس سي 25، هذا هو الريفيرونس ديالها، كيمشيو عندي لهاد لي بورني، هاد لي بورني 70 71 72 73. دونك ما يش يبانو هنا شويه خاص، دونك مشكلة ما يقدروا باش يبانوش ليا هنا، خاص نحيدهم باش نعاودو نشوفهم الا بغينا نشوفهم. نعم ما هادوك هاديك راه هاوك رقم 70 مكتوب تما، نحاولو نبينوها من هنا. نوش ما كيبان والو، مي واحد و 70 هاياك، واحد و 70 واحد و 70. دونك فاش كيكون عندي هاد الكومبوزون نعرف انا لي بورن فين كاينين، كل حاجة فين كاينة، و كنأليمونتيها. هادو لي لتحت عندهم علاقة بلي بورت فيزيبل، حيتاش هادو هما لي راهم فوا. دابا هاد الخيط جايين من 0 3 3 يعني جايين من فوليو 3، هذا كنقولوا ليه فوليو 4. دونك هاد لاباج، لاباج رقم 4 هادو كلهم جايين من لافوليو ولا لاباج رقم 3 اللي هي هادي فوليو 3 اللي هما هادو لي بورت فيزيبل. دونك عندي هادو ديال السكر وعندي هادو ديال النورمال، وكل حاجه عندها البورت روبير ديالها باش كل حاجه يدي ليها الروبير ديالها من بعد، يدي ليها الروبير بهذا الشكل، بهذا الشكل. دونك في الاخير غنلقاو هادو غنديرهم في كل بلاصه، كل وحده بوحده، نحيدو كل وحده ودار في كل بلاصه من هاد البلايص. هادو كيتسموا لو روبير دورابل يعني ميمكنش تحيدو، كتجي هادي دابا هاد التيكيتا هادي كتحيد وحده وكتدخل في هاد البلاصه الخاويه هنا. دونك هذا كيتسموا لي تيكيت دورابل. قلنا دابا عندنا لورغان ديال الانفيرسور وعندنا ديال لا كوموند لوتوماتيزم اللي كاين، فقط هنا النومونكلاتور ديال الماتيريال، النومونكلاتور ديال الماتيريال لي ريفيرونس تاع كل حاجه من هاد الاشياء اللي كاين هنا. كما سبق وشرنا فيما سبق لامبلونطاسيون، دونك فاش كيكون عندي ارمور بحال دابا بحال هكا، عندي هذا هو الارمور ديالي. دونك عندي هنا واحد 15 سنتيم ما بين الكولوط والكولوط، عندي لا كولوط ديال 40 تاع 40، عندي هنا واحد 20 سنتيم باش زعما هذا الا بينا نديرو البورت روبير ولا نحيدو الخيط يكون عندنا مرتاح. غالبا هادو كنديروهم في لافاس افون، كيديروا في لافاس افون يعني ديال لي زارمور كيديروا بحال هكا في برا ديال الارمور. حنا في هذا البروجي لا درناهم في الداخل تاع الارمور، درناه في الداخل تاع الارمور حيتاش الارمور هيدار في برا، الارمور هو هذا. دونك هذا الله بدينا تقبلنا لي بريسيتوب تاعو، دونك الله داروا لي بريسيتوب باش يدخلوا لي كابل. الكوفر اللي عندنا هو هذا، هذا هيدار في الاكستيريور يعني من يقدر تضرب فيه الشمس، يقدر تضرب فيه لي طونشيتي يعني الشتاء يقدر يخلي الماء. دونك ما بيناش نتقبو لا فاسافون ديالو وخلينا كلشي في الداخل تاع الارمور. وكما كتشوفوا هذا هو الانفيرسور، هذا هو الاي تي اس، الانفيرسور موتوريزي في ان موتور، في واحد المحرك ها هو. دونك هذا موتور كيحول لينا من بوزيسيون لبوزيسيون، كيحول لينا من بوزيسيون لبوزيسيون،
هكذا انفيرس الموتوريزي. هادو كيما قلنا لا كوموند ديالو، هنا قلنا الموتور، هنا الا درنا لهادي بحال هكا دونك هادي في المود مانيوال دونك ما عمرو هيدور، يبقى خدام مانيوال. انا خاصني نجيب المانيفير ندورو، وهنا عندي لا فوي لي فويون ديالو. الا كان عندي هادي شاعله حمراء دونك لانفيرسور ديالي اون ديفو، فيه لا كارت الكترونيك اللي كاينه لداخل هنا، كاينه اون كارت الكترونيك لداخل هنا فيها مشكل، اولا كيقول لك خاصك تردو المود اوتوماتيك، خاصك هذا تقلبو يكون على البال باش تردو اوتوماتيك، وهنا خاصو يكون شاعل حمراء. هنا الكوبلاج، هنا لا زون دو كوبلاج كما قلنا كيجيو عنده جوج ديال لي طونسيون، دونك كتجي وحده من هنا وحده من هنا، دونك وحده هنا اللي هي الترانسفورماتور، وحده اخرى هنا هي الجروب الكتروجين، كيتجمعوا بجوج بهم كيخرجوا لينا لا سورتي اللي غتمشي للوزين اللي غنخدموا به. وهنا درنا دي جو دبار باش كوبلينا ما بين لي سورتي بجوج بهم، هادشي اللي كاين. هذا كيتسمى ايزولاتور، دونك هذا كيتسمى ايزولاتور، كان ايزولي ما بين البلاتين اللي هي ميتاليك وما بين الجو دبار اللي هي كونديكتور اكتيف، دونك كاين الضو هنا، هنا ما عادش يكون فيه لان هادي ايزولون فيها واحد شويه داخل هاد البولون داخل هنا بشويه، ونفس الشيء هنا لتحت كاين واحد البولون داخل بشويه، دونك هادشي اللي كاين وصافي. دونك هنا قلنا لي غولوت، هضرنا على لي غولوت، هضرنا على راي اوميغا ما ذكرناهاش، دونك هادي كتسمى راي اوميغا، وهادي كتسمى راي دين. راي دين هي اش كنفيكسيو الماتريال، وراي اوميغا نفس الشيء. دونك هذا بخلاصه وباختصار واحد البروجي اللي خدامين فيه فلاتولي دابا، وإلا كان خرجنا به للشونتي نعاود نبارطاجي معكم اشنو اللي كاين في الشونتي. نشوفوا غير الجهه الاخرى قبل ما نكمل. هنا كما قلت لكم هنا دابا عندي هي هو البلاصه ديال الترانسفورماتور، وعندي جوج هي البلاصه ديال الجروب الكتروجين. هاد لي كابل هما اللي كيعطيوني لانفورماسيون، فيهم اللي جايبين لي الضوء ديال الترانسفورماتور هما اللي مشاو لي بورت فيزيبل اللي قلنا ليه، وفيهم اللي داو لاليمونطاسيون تاع الجروب الكتروجين هما اللي مشاو لي بورت فيزيبل اللي ذكرناهم ديك الساعه. هادي اليمونطاسيون تاع الموتور اللي قلنا هو اللي كيدور لي هاد الانفيرسور. دونك اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، تحياتي لكم، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.